بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس 22 الدرس 22 من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. باب الأفعال، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. عشر كي لبي لباتني لبات كتاب كي المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية، وألف الشيخ محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. حنا رب لابنا يا عشر كي لبي لباتنات باب الأفعال من كسو جره. والأمر أمر كي مجزوم من لجزمنا يولي وي أبدا ولي سيدا إنو قرن واساس عشر كي لبي لباتنات باو الأفعال بانكوسي وجره والأمر مجزوم أبدا. مركو شيخ وصوشي أفعاش وين يصدح تاي ماضي يا مضارع يا أمر. ماضي عن كسو بحن حوم كي سونا مبني وها أفعاشنا وحا أصل وماضي أيو أمر كي بو هل كان كبلا. والأمر مجزوم أبدا انت أصفك يا هل أمر. والأمر أمر كي مجزوم من لجزمنا يو لهربا يو أبدا ولي شيخ مركه ولا بوشي هلك ما لو قبصد سدا قران وحي نقوني. والامر مجزوم ابدا جزم اعراب كترسي ها والمضارع سوى الامر من نوع دمنا والامر من ماذا والامر سكن بلا صح سما. والأمر أمرك مجزوم من الرهيبة وإلا جزمنا يا أبدا ولي شيخ هلك أمرك والوبوشي اعترض اعتراض أما بوشي أما ما أخذ بينه وحالة جزم السيدة اللي أقيه في الإعراب وخصية أمر هو مبني مركز يلغو قربحايا حلبة أبانت يجوابت يعني. والأمر مجزوم أبدا سيدن هدي لودي لوداي أمر إنه معرب يهي النقنة إن جزمه وحو قلاء وحلا إعرابا. وأقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم صباح. أمر رسيد اللوجي هو مبني مركب ولا جواب علماء وحيد اللي بجواب اللي به مذ وحاوي. والأمر مجزوم أبدا وحال يشاغ وحكس على مذهب الكوفيين نحو ذا وذوقته الله ما البيكه أنا قاعد بصرة يا كوفة مدارس النحوية مركل لها لبرت وحوثك صعب سويتها لبذا أرت مدرسة يا وحوق بذا نحو ذا مدرسة البصريين درجي وين با يض كصوب هي مدرسة الكوفيين مركل إسقابتان أنت بذا وحراجح نقض بصريين هذا أقوى بصريين تو عربنا وما بدنا أصالتا ضد عربا ما هي ضد عجمي أهن أصالت لكن لغة عربي قبرت وأبيه أما أوجي إنه مولاها الله عبدان صلي أو عجمي ضد ساسعة أصالتا وحي أهن أنت وضبطا ضد عجمي ضد كقراء وساسي وبذيه القراء السبعة أمهات الستو ساسي وبذيه ضد أصالتا عن عرب أهن أصالت واي مركا. والامر مجزوم ابدا وحا جوابته كوباد لغا بخي او لو جوابي شيخ و هو كسوداي او مري على مذهب الكوفيين كوفيين ت مذهب كوده او كوفيين با وحي قبان بان الامر قطعه من المضارع اما بان الامر مقتضع من المضارع وحي ده امر كو قبل مضارع كامل وحينها أفعاش والله كوفيين ماضي مضارع أو أمر بالله وقيب كم إذا مضارع عينه مضارعنا محوها حوقي سمع رب سماهي مركا الكاسي كيجي
والأمر مجزوم أبدا مركه واسحني هاي الشيخ وعكس على مذهب الكوفيين والكوفيون يرون أن الأمر قطعة من المضارع وليس قسما برأس وأحمد أحبنان وما أركان حيث الأفعال أفعاش إثنان والله ماض ومضارع أما الأمر قطعة من المضارع تاوى لقى جوابه حيث إشكال كم حال لقى جوابه يبوشيغا كوفيين تمذهب كودو شيء قمر وكوفيين تمذهب كودونا وحوءها فعل كسيدي سبع أفعاشين إلى بطه ماضي يا مضارع أو أمر بالي أمرك وحيدا وقبل يا قيب كم إذا مضارع قسم قوني أو مضح بنان ما أهيدا لكن راجح وحاوي أمرك إنه يا فعل مضح بنان اضرب وحيدا لتضرب بأحد في انت باسي والله حيكو عليه وحاله اضرب سو فعل امر ما وحيده اضرب تن لتضرب 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 انكو هين حذيفه اللام للتخفيف لامك والله توريده فوضي تضرب باسواد سما ان لتضرب لام كان او حريب بعض لتضرب وحيده لتضرب حذيفه اللام للتخفيف لامك والله حذف فوضي تضرب صهد وحذفت التاء تاذين والحد في خوفا من الالتباس لقب غير دهن دهن محا صهد مارك اللام يتادي لحد الضاط ريبا صهما وجيء بالهمزة همزة وصل بالي وجيء بهمزة الوصل توصلا للنطق بالساكن همزة وصل غير وحالو كان سدين ان لو غار ضاط كان ريبا اضرب وكاسد اضرب مركه ولا تضرب بينه تاوى طريقه الكوفيين ومذهب الكوفيين مركه تاوى الوحلي ولا امر مجزوم ابدا انه على مذهب الكوفيين شيخ مري حل انت كلا تاك في عمحاوي امرك ومبني وهو الراجح والصحيح وسيد الصحيح وطريق طريقه البصريين البصريين هذا هو وخليل بن احمد الفراهيدي شيخ إمام النحات أهاب سيب ويه أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبري أخفش الصغير أخفشين سعيد بن مسعدة مركة رقع صوتا وحاوي بسريين رقع ووين مركة بسريين وحينا أمر كوى مبني مركة محال لقى جواب يعني والأمر مجزوم أبدا وحينا والله حلين وحال سوق الدرب والأمر أمرك مجزوم أي يجزم وحال وجزميني ماشن مجزوم او حنده نابد والامر امر كمبني ما هرت سو قدرين نابد والامر امر كمبني وحلو بنين على ما يلزم به مضارعه مضارع وحلو جزمين جري يا اسغنا مبني اوكي مركه مجزوم انت وحيدان وحبان قدرين والامر امر كمبني ما هرت دهين نابد وحلو بنين على ما يلزم به مضارعه مضارع يسويه لو جزمين جري يا إسغنا مبني أوكي هاي مدى أصادكو حل نس والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه والأمر أمرك مجزوم من لجزم ويا أبدا ولقي مارك وحادكو حل نس إن أعضاها طريقة الكوفيين بومري مذهب الكوفيين يا إن أعضاها والأمر أمرك مبني وهو الصحيح والراجح أمرك إنه مبنيها صحيح وصغن وراجع مركب محاد مركب دي والأمر أمركب دي مبني وحلق بنيناية على ما يجزم به مضارعه وحي مضارعي سلو جزمين جري أيا لغو بنيناية أمركب أن مركب هل كاكي قلينا أمركب وحاد دي هورت حكمه مبني ومبني الأمر فعل كامر فعل الأمر بعد عوان كدي حكم وحكم كيس والبناء مبني وي وايه ما قحالوا له وايه ما قحالوا له ما قأنواعوا له ولماذا قال وحيدا وله أنواع ثلاثة صدحنا أقسام ثلاثة قارنا وحيدا عفر قار كبسطيي أمر هو تفعل أمر كو وحنهنا ومبني كو ومبني على الصحيح والراجح ورير واجرا لكن على الصحيح والراجح طاوى كبا أنواعه وأقسامه وأحواله حال ذي سنة ثلاثة
culimadu say u badeen qaarna arbacatun bay xaaladihiisu waa saddex baa dhihi ama waa afar xaaladihiisu waa saddex ama waa afar saddexda haddaan ku hormaro waxaa dhihi kow markastana yubna baad ka bilaabi yubna sidii maadi alxaalatu lulaa xaaladda koowaad ee ficilka amar yubnaa cala asukuuni in kaana saxiixa alaakhiri walam yatasil bihi shay-un xaaladda koowaad sukuun baa lagu binay waa la reebi waa la reebi yubnaa yubney u dhig hadda yubnaa yubney yubnaa cala asukuuni sukuun baa lagu binayn in kaana saxiixa alaakhiri aakhirkiisu aduufay u yahay saxiixu alaakhira maxaa laga wada waa soo baran haye saxiixu alaakhir maxaa laga wada ahaa nin ha saxiixu alaakhir waxaa laga wada ficilka uguma dambeeya alif iyo waaw iyo ya lam yukhtam laguma khatimin laysa fii aakhirihi aakhirkiisa maa alifun walaa waaw walaa ya saddexdaa xaraf baad ka ilaalinaysa aakhirkiisa marka ficilka amara alxaalatu lulaa yubnaa cala asukuun sukuun baa lagu binay in kaana saxiixa alaakhiri aakhirkiisu haduu fayowya saxiixu alaakhirna waxaa laga wada uguma dambeeya alif iyo waaw iyo ya xarafkii kastoo kale ha ugu dambeeyo waxaad un ka dhowri ood ka ilaalina alif inuusan ugu dambeyn waaw ugu dambeyn iyo ugu dambeyn yubnaa cala asukuuni sukuun baa lagu binay in kaana saxiixa alaakhiri walam yatasil biaakhirihi shayna maxaa laga wada aakhirkiisu iyo wax la xidhiisan afcaalu khamsa yuusan noqoni waa intaa keliya maa walam yatasil biaakhirihi shay alifulitnayn iyo waaw jamaaci yaaulmukhaadar afcaalu khamsa yuusan noqoni bas labadaa shardi haddaad heshay oo saxiixu laakhir noqday oo alif iyo waaw iyo aakhirkiisa uguma dambeeyaan iyo shardiga labaad oo ah afcaalu khamsa ma ah yubnaa cala sukuun sukuun baa lagu bixi naxwu idrib dheh hadda idrib wakaaba baa ugu dambeysa afcaalu khamsana ma ah idrib ficlu amrin dheh mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab idrib ficlu amrin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta waa kuwa wujuub alistitaarka antadaa weligeed waa qarsoonta idrib ficlu amrin mabniyun cala asukuun laa maxala lahu min alicraab wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta qul qul ficlu amrin mabniyun cala asukuun laa maxala lahu min alicraab wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta qum istaag baa t qum istaag udkhul gal ukhruj bax ficlu amrin qum ficlu amrin mabniyun cala asukuun laa maxala lahu min alicraab wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu anta xaaladda koowaad maxaani ficilkii amar waxaa lagu bineen sukuun goorma laba shardi markii le laba shardi saxiixu alaakhir inuu yahay oo aakhirkiisa alif ugu dambeyn waaw ugu dambeyn yaa ugu dambeyn alif iyo waaw iyo yaa xuruufu cilla inuu ka nabadgalo aakhirkiisana waxba la xidhiirsan la xidhiirsan inta la sheegay afcaalu khamsa yuusan noqonin afcaalu khamsa yuusan noqon labadaa shardi haddaad heshay ficilkii amar yubnaa cala asukuuni reeb baa lagu binayni naxwu idrib idrib ficlu amrin mabniyun cala asukuun laa maxala lahu min alicraab wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta alxaalatu athaaniya xaaladda labaad miyaa yubnaa calaa xadfi xarfi alcillati in kaana muctalan xarfu cillaha la goyni hadduu muctal yahay xarfu cillah xarafka jiran wowgii alifkii iyadan baa tuuraysa bas hadduu muctal yahay yubnaa waxaa lagu binayni calaa xadfi in la xadfo in la gooyo xarfi alcillati xarafka jirada waa alifka laftiisa waa waawga laftiisa waa ya'da lafta in kaana muctalan hadduu muctal yahay naxwu ikhsha udcu irmi udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana waxaa lagu yihi xaaladda labaad waxaa lagu binayni in xarfu cillaha la gooyo hadduu muctali yubnaa calaa xadfi xarfi alcillati in kaana muctala naxwu ikhsha ikhsha ficlu amrin mabniyun calaa xadfi alif baad dihi markaad iska soo koobayso markaad koobayso ikhsha ficlu amrin
مبني على حذف الألف واختصار مركز كوبيس هذا تفصيل نيسانا وفافا نيسا إخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليها هذا ضاء إخشى فعل أمر مبني على حذف الألف وكوف لانتا كفى كفى إخشى فعل أمر مبني على حذف الألف إخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الألف والفتحة قبلها دليل عليها ادعو إمو وقيل لقين وك ادعو فعل أمر مبني على حذف الواو هذا اسككوبس ادعو فعل أمر مبني على حذف الواو ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها ادعو فعل أمر مبني ادعو فعل أمر مبني على حذف الواو ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها لو ضواد مركرت بدو ادعو فعل أمر مبني على حذف الواو بس وبقى من ادعو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الواو والضمة قبلها دليل عليها يادي وإرمي إرمي فعل أمر مبني على حذف الياء إرمي فعل أمر مبني على حذف الياء فقض ما أنت قاض نمانك سحر هذا أمرك سواء إسلامين فرعون حيقول وحا ربت حكم ها. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أدو يضم بعض حكم كارتاين كاسو عنه كان رئيسان يقول نافنا إلى أرض فقضي مركو وحالك نيكو جرت إرمي بيلمت فقضي فعل أمر اقضي فادك ما جي اقضي انت اقضي فعل أمر مبني على حذف الياء اقضي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة قبلها الدليل عليه ادعونا اطلو ما أوحي لهم اطلو اطلو أخر وادعو أكل فعل أمر مبني على حذف الواو ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء ارمي فعل أمر مبني على حذف الياء بعد مرت هذا ارمي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها حارد الله بعض واتاس يبنى على حذف حرف العلة إن كان معتلا هدو معتليه حرف علة أنقوه وهو إيا ألف كإيا إيا ذقوه حارد صدحات يبنى على حذف النون إن كان من أفعال الخمسة أفعال خمسة هدو يهين نونك قول نونك نونك وأنت فعلك مضارع لغو صبر سمى قرنس مركي اللي جو وأما حذف وللجزم علامتان انت هم ويا ما أنت لا شرحة فعلك مضارع سيدي لو شرح سوى ما أنت فعل أمر فعلك مضارع سيدي لو شرح ما أنت أنا فعل أمر أو وضضي أو كلا وللجزم علامتان عشر كياما كجراء أو كلا حالة صدح الوحادي يبنى على حذف النون نون تالقويني قورمة إن كان من أفعال الخمسة أفعال خمسة دون نغضها نون تقول يمنى على حذف النون إن كان من أفعال الخمسة يمنى على حذف النون إن كان من أفعال الخمسة أفعال خمسة دويا نون تقول نحو قوما استاغا أشي يقوماني أهان جرت النون كيوم باطورس قوما استاغا لبدين قوما قوما فعل أمر ماضي قوما فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمس وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع قوما فعل أمر مبني على حذف النون قوما فعل أمر مبني على حذف النون والألف وألف التثنية فاعل مبني على السكون في محل رفع قوموا قرانك وأقيموا الصلاة صمارك وأقيموا أوغا أقيموا فعل أمر بعدي مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمس هو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع
افعلوا وافعلوا الخير. افعلوا فعل أمر مبادئ مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. صوموا صوم لرؤيتي صومارك، صوموا صوموا صوم، صوموا صوموا فعل أمر مبني على حذف النون مبادئ، وواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. كوادي باصوها قومي استقبادي فكلي وشربي وقري عينا. قومي استاق فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المؤنثة المخاضبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. فكلي كلي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمسة، وياء المؤنثة المخاضبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وشربي فعل أمر مبني على حذف النون، وياء المؤنثة فاعل مبني على السكون في محل رفع. وقري فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من أفعال الخمس، وياء المؤنثة المخاضبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. أساس القواعد صادح لا حال وفعل أمر يمنع على السكون ربع لغبنين إن كان صحيح الآخر، صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء. آخر كيس وافيو يا حرف علو كنمت قلي آخر كيس أنا وحب الله وحير سنة أفعال خمسة من نقل. حالات اللباد يمنع على حذف حرف العلة، حرف العلة اللي قوين إن كان معتل، هذو معتل يا حرف العلة ونقول ووغا ألف كياد إخشى أدعو إرمي. حالات صدها يمنع على حذف النون، نون تالي قوين إن كان من أفعال الخمس. صدح ذا حالة النذم الأجرومية، أجروميها قبيقة كتاب النذم الأجرومية اللي جره وأجروميها اللي قبيقة قبيقة عمريد إن الصومالي عمريد بيه كان عرفت النظم الأجرومية اللي يقال، لكن إنك أما شاقي الشرحية عمريد إما مركة اللي يقال مركة شراح بضن ملأ بيجوري مياه الشرحية هذا شراح بضن ملأ ميد فتح رب البرية لدها الشرح سو شراح بضن كتب تعالي وخدمي ما مركة كاسا وحوي النظم الأجرومية مع عمريد الصوماليد ويا قانان صدح ذي حالة بهل بيد مكوشي إنه كتبته وحان نظم اللغات لغا للإيجاز معلومة ذي كوكوب وللحفظ واضنا حفظ نيس مركة وحي والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون أمر ودم بيت كاسان كغهلوي بس اسكو دمات والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون والأمر أمر مرهب تابك يا أمر مبني على السكون سكون بالغ بنين هدو يا صحيح الاخر اخر كيس وحب الله حيسا او حذف حرف او حذف حرف حرف علها لقين هدو معتل او نون نون تلقين هدو افعال خمسه والامر مبني على السكون او حذف حرف حرف عله لقين معتل او نون مركه بيت كاسو كوش طيب مركا هذا الأمر ربطوك البيت كان بعض قوانيس والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون والأمر أمر ميا مبني على السكون سكون بالغ بني إن كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وحال الدكون أو حذف حرف علة حرف علة لقين إن كان معتل أو نون أو حذف نون نون كان لقين إن كان إيه؟ إن كان من أفعال الخمس حالات أفراد علماء كنت أورت فعل أمر صدح ذا حالة الوية قيلة وركي سوى عدي بعض العلماء حالات أفراد قدر الحالة الرابعة وحيدا يبنى على الفتح إن اتصل به نون التوكيد فتح لغو بنا إن هذه نون التوكيد والله حيث صدين يبنى وحالغو بنا إن على الفتح إن اتصل به نون التوكيد نحو أكتبان قرأ وقرأ اضربن نقرع وقرع افعلن نقسمي وسمي ما بدنك هالك اسكو نون التوكيد نوائلي عرق وحرف نون النسوان وضمير وفاعل مركلا بضع نون نكالبرو اسمع لها شغل اسكو مال نون التوكيد وائلي عرق تو حرف حرف لا محل من العرق من اي الهي مدعم وحرف نون التوكيد وحرف ما قرأت ها نور النسوة يسوى ضمير وحقلوة وفاعل واسم مركة وحدها يسا إضربان فعل أمر مبني على الفتح
لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل من العرب وحياله الدليشدين ويكوفين توحيده أمرك حالده صورا مضارع وكبح الله سمار أنت مضارع وكل الله من هيا مارك وحيده أنك أكتان مضارع وبكيه وحياله الدليشدين إن فعلك أمر فعلك مضارع نون التوكيد مركو مبني جيه وات قرنس لا يسجنن لا يقومن لا يقولن وات قرنس مارك وحيده أنت مضارع وكل الله مركه وحدها الحالة الرابعة يبنى على الفتح فتح لغو بنين أمركي إن اتصل به نون التوكيد هدو نون التوكيد لحريره نحو اضربن فعل أمر لهد اضربن فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل من الإعراب يسوى حورث ونون التوكيد حرف لا محل من الإعراب افعلا فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل من الإعراب اكتبا فعل أمر مبني على الفتح الاتصال بنون التوكيد ونون التوكيد حرف لا محل من الإعراب والمضارع كاسا نودم ماضي أمر كبحر مضارع لكن مدون لصعنا سو مضارع هرتا ماشان لوغا هلنا فهنو واكي معرب كاه باب الافعال باب كان كلي باب كان مركان دمين افعال وادسنا واد كلا هدين وانا باب كان كلي وحي كدمي وحا بلاوني اسماء ذو قدن اسماء اسماء ذو قدن اسماء ذو كردين اسماء ذو هوسرين ولو ختمة فعل كميثال هان ونوسو قلي دونا لكن فعل دمبو احكامتي لغا هلا ماله marka mudari isagu xogaa uu nala soconaayo waa ka wardheer yahay maadaama mu'rab u yahay limushabahati lil ismi ismi u shabay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu akum billahi tawfiq subhanakallahumma